في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت بعادة 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية عرض تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في الباب؟ أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال. يسعد أوقاتكم أعزائي المستمعين، معكم دكتورة شفيقة منصور غربية، استشاري التعليم وتحليل سلوكي ولغوي. حلقتنا اليوم عن كيفية تحفيز التواصل لدى ذوي اضطراب التوحد. هيدا البرنامج بيساعد الولاد على زيادة رغبتهم بالتواصل مع محيطهم، كمان بيساعدهم انه يخلوا تجربة التواصل ممتعة بالنسبة لهم، بتساعدون على استعمال اللغة للتواصل بشكل تلقائي وعفوي، كمان بتساعد الطفل على اكتساب مفهوم قدرة التواصل مع الآخرين، بتساعد الولد كمان على التواصل لتلبية حاجاته وكمان القيام بالمحادثة. هالبرنامج صمم للأطفال اللي عندهم القدرة على الحكي لتلبية حاجاتهم، حتى لو كان عندهم صعوبة بنطق بعض الحروف، بس أكيد إنه الكلام بده يكون مفهوم من قبل المحيطين بالطفل والمستمعين قادرين يميزوا بين الكلمات المختلفة اللي عم يستخدمها الطفل لتواصل. فينا نستبدل الكلام بلغة الإشارة، إشارة المكتون للولاد اللي ما بيقدروا يحكوا. ننصح باستعمال شخصين ببداية التدريب على هالبرنامج، شخص بيقوم بالمساعدة اللفظية نيابة عن الطفل، والشخص اللي بيقوم بتنفيذ المطلوب، الشيء اللي طلب الطفل تنفيذه. نعطي مثلا على هالشيء، نوقف قدام الطفل ما بخليه يمرق، مثلا هو بدي لنقول رايح على السالون، الشخص المساعد بيقول أنا وقفت قدامه حتى كون عائق بأنه يطلع من الباب، فالشخص المساعد بيقول أنه بعود بدي أمره، فأنا ما ببعود حتى الطفل يقول بعود، ساعتها ببتعد فورا، والشخص هيدا عم بيساعده ليقول المطلوب. بنقوم بتكرار العملية، وأكيد بدنا نعمل على تخفيف المساعدة حتى يقوم الطفل بالمبادرة بالقول أنه بعود بدي أمره باستقلالية. كمان شينا نعطي مثل تاني، منحط الطفل على المرجوحة، ما بأرجحه وبخليه يقول أنه مرجحيني أو بوشمي أو I want to swing، أنه شيء حفزه لحتى يقوم فيه، وكمان برجع بشتغل على تخفيف المساعدة ليصير مستقل بالطلب. فيني كمان قدام طفل أنه أعمل إشارة الأب أنه حتى أحمله ويقول حمليني أو فوق، وبحمله فورا لما بيقول حمليني أو إذا قال أب أو لفوق. لما منلعب مع الطفل بالبابلز أو الفقاعات الصابون، حتى قدام تمي ما بنفخها، وبساعد الطفل يقول نفوخ أو بابلز أو بلو. وكمان بدي اشتغل على تخفيف المساعدة ليصير الولد مستقل بالطلب. فينا كمان نعطي مثال، ننفخ بالون، الولاد كتير بحبوا هاللعبة هاي، فرغوا من الهواء، بحطوا قدام تمي، بدي ارجع تبلو بالون يعني انفخه، بوقف وبساعد الطفل على انه يقول بالون او بلو لحتى انفخ البالون فورا. كمان بنرجع بذكركم انه مهم كتير نشتغل على تخفيف المساعدة حتى الولد اكيد يصير مستقل. في حط كمان قطعة كاندي، شغلة بحبها الطفل، ان كانت شوكولا او بسكوي او اي لعبة، بحطها بصندوق وبسكر الصندوق وبساعد الولد لحتى يقول افتح الصندوق. كمان في مثلا اعطي الولد اكل بس بدون ملعقة وساعده انه يطلبه. كمان بعدين اشتغل على تخفيف المساعدة. في كمان امثلة اخرى، انه نغني غنية مفضلة ونتوقف عند مقطع معين لنقول هيدي الغنية اللي بحبوها كل الولاد مثل هالسيسان شو، بوقف بعطي برومت او مساعدة ليقول حلوين، بدني يقول حلوين لحتى هو يقولها،
وبتصير هي تواصلية بينه وبين الطفل، وبصير يكمل الكلمة وبدون أي مساعدة بعدين ونكفي الأغنية سوا. كمان فينا مثلا نعطي الولد ورقة ليرسم بس ما بنعطيه قلم، بصير يطلب القلم. فينا كمان نحط لعبته المفضلة بمكان عالي ونساعده على طلبه، أو أعطيه مثلا علبة عصير أو علبة حليب بدون ما يكون فيها شاليموني، وساعده على أنه يطلبها. في أشياء كتير ممكن نحن نستخدمها من أغراض البيت والأم فيها بكل سهولة تشتغل عليها مع طفلة إذا طبقتها، وكمان الفيديوهات اللي حنحطها هتساعدها أنه تمتهن كيف تشتغل مع ابنها. كانت معكم دكتورة شفيقة منصور غربية، لقائنا بكرة مع راديو تموز، إلى اللقاء. في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت، بعادة 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية على راديو تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في البال، أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال.